الوغ بالنسبه لهذه السيده اللي عندها 55 سنه ام ديال عده اطفال وابناء الكبار، السبب الرئيسي انني قبلت النداء ديالها اللي كان مشيخي ديالها كان جمعوي وكان ديالها هي والعائله. التدخل ديالي هو كنظن في الجانب الطبي تقريبا تطفولي، لان العمل دار والبرهان انني ما غاديش نعاودو، غادي نزيد نحسنو نزيد نجملو نوقفو مع هاد السيده. الشيء اللي حار الذهن ديالي كيفاش واحد الشاب كيضرب واحد السيده انتقاما تقريبا ماشي في السن ديال الام ديالو. كان واحد النزاع بين الاطفال والعائلات اللي القضاء خد الكلمه ديالو، يخص انسان يعرف لما القضاء كيدخل كل شيء رجع للور. هادو مع العلم ان القضاء خد له حقه، مشى خد حقه بيدو، وهذا ما بقاش احترام. قضاء دار المهمه ديالو، هاو صدق هو طاح بين القضاء. تحقير القضاء راه عنده واحد الثقل كبير. الناس القضاء خدا لك حقك، ما بقاش عندك الحق باش تاخذ حقك انت بيدك، اختار وحده من جوج. الا تاخذ حقك غادي تمشي للسجن، اما القضاء خدا لك حقك وتاخذ حقك راه خديتي راه تحكم عليك جوج مرات. هذا راه تحقير امر قضائي ضد واحد الشخص معين. كنظن بلي راه عنده واحد المسؤوليه كبيره في التهجم، وزياده ماشي انتقام من الشخص المعني بالامر، انتقام واحد الام ديالو اللي بعيده ما ضرباتو ما دارتو حتى شي حاجه. ولهذا هذا بحال اللي كيقولوا ميساج، هذا كلمه كتوجه ان التهجم على الغير ما كاين منه غير السجن، والانسان ياخذ الحذر. وحنا دخلت اولا من جانب الانساني تخوفا باش غادي نوضو في واحد المواجهه ما بين جوج العائلات، كل واحد غادي ينتقم بطريقته الشيء الاخر. والانسان يفهم لما كيكون الانتقام بيدو القضاء كيحكم عليهم جوج، ماشي هو ينتقم يقول عاوتاني القضاء. لا، انت كانت واحد الملاكمه ولا واحد الصراع او بين جوج الاشخاص، كل واحد كياخذ النيل ديالو. اما السيد تحكم عليه وقضى القضاء خدا الموقف ديالو، وانت مور القضاء خديتي الموقف ديالك، هذا لا يقبل زعما بتاتا، ما يمكنش انسان يقبل هذا الموقف. اما بالنسبه للسيده احنا غادي نواكبوها نوقفوا معها من الجانب التجميلي، وكنتمنى ان ما يوقعش تقيح لهذيك الضربه، مع ان مادام ان هذاك
الآلة الحادة ديال الخضراء وما عرفت ديالهاش، دونك ما غاديش تكون معقمة. وعطاوها لي زونتيبيوتيك، حنا زدنا ركزنا على هذا النطاق وغادي نتبعوها باش يكون حتى الجرح ديالها ان شاء الله في احسن ما يكون وبقات فيا كأم. هذا هو السبب. المشكل اللي وقع هو كان عنده نزاع مع خويا في رمضان، خويا معتاقلين، ودابا معتاقلين ولقى الام ديالي غادا للسوق استغلها بوحدها هي واختي غاديين عيالات بجوج. قال لها اجي نقول لك، الام ديالي رجعت عندها قال لها واش باش نرد لك هذاك المليون ديالك؟ قالت لي الام ديالي انا بغيت لا مليون لا والو، انا اللي بغيت واش دير لي تنازل لولدي، راه عنده جوج وليدات، الا جات على خاطرك ما جاتش على خاطرك خذ هذاك المليون داوي به وسير الله يسهل لك. هو يقول لها شوفي انا فين ضربني ولدك بحال هكا، ويعري لها التكيل، بغات تكا الام ديالي تشوف الضربه ديال الدري ويجبد عليها بالموس خسر لها وجهها. ما الدكتور التازي بقينا مع الصحافة وداك الشيء الله يرحم ليهم الوالدين، ويتجه لينا وعيط لينا، استقبلنا استقبال حار والله يرحم لي الوالدين، وقف معانا وما خسر لينا حتى حاجة، وغادي تبع لها العلاج ديالها تتصحي ان شاء الله. الله يجازيه بخير. التازي بزاف، وهاد الحالات اللي كيجيو بزاف راه لا اله الا الله محمد رسول الله، راه ما يخلصوا الله سبحانه وتعالى في هذا الشيء اللي كيدير، ماشي الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا، راه ما يخلصوا الله سبحانه وتعالى. واخا ما عرفتش غنقولوا لي حنا تيخلصوا الله سبحانه وتعالى، والله يرحم لي الوالدين. وشكرا اخويا من هذا المنبر. صدقني ان ما كانش واحد الشلل في هذه المنطقه، ولان هذه المنطقه مع ان كاين واحد الالتهاب وكاين ومنتف. ما تنساوش تابوناو معنا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وتبارطاجيو مع اصحابكم.